انا ما نجح وياي ابونتو فاضطريت اني اروح حق ليبونتو. اعطيكم الفرق ما بين النسخ بشكل سريع. في واجهات عند اوبونتو اللي هي كوبونتو، واجهه تعتمد على الكي دي اي، واجهه جماليه. بعدين لوبونتو اللي هي واجهه تعتمد على اللايت، خفيفه جدا. بعدين باجي تعتمد على واجهه هذا شكلها، هذا اقرب لها، هذا شكل تعتمد على تغيير الواجهه بشكل عام. بعدين كايلن هذه الواجهه صينيه. بعدين ميت، الميت اللي هي هذه الواجهه كلاسيكيه. بعدين عندك ستوديو اللي يتعلق بالصوتيات والفيديو، وعندك اللي هي اكس بونتو او زابونتو اللي هي واجهه اكس فيس المخففه. انا راح استخدم اخفف واحده فيهم اللي هي لوبونتو، هذه بشوف هل يعلق ولا لا. اتش دي ام اي ما يتعرف عليه، كان على بالي مشكله في جي اي بس خليته اتش دي ام اي نفس الشيء. الظاهر انه لازم يكون هايف او اس، يعني ويندوز ولينكس مو مناسب للرق هذا. اذا راح نجرب. شوف هايف او اس انا مو مقتنع فيه، بس هو اللي جاي ديفولت مع الجهاز. فالافضل اني اجرب واجهات لينكس، مثلا لايت. خلينا نجرب لايت لينكس. هذا لايت لينكس مشهور جدا، دائما يكون عليه احدث كيرنل لينكس، فراح انزله الحين. طبعا لازم يكون 64 بت، فجاري الدعم نعطيهم دونيت. هذا لينكس لايت، ترى لينكس لايت خفيف وبنفس الوقت نظيف شكله، فاستخدمته مده قبل انا. بس طبعا اذا جهازك قوي استخدم كوبونتو، بس هذا يعتبر لايت جميل الشكل. موضوع حالياً قاعد أكتبه يتكلم عن شواحن الأجهزة، لأن ملاحظ أن في أرقام غير واضحة عند الشركات، منها الـ A والـ V والستاندر باور ديليفري أو الستاندر كوالكم تشارج، تمام؟ فالفكرة هني أنا راح أجيب لك الأرقام الدنيا والعليا A V وأشوف لك منو فيها ستاندر ونوعية أسلاكه، إذا كانوا تايب A تو تايب C ولا تايب C تو تايب C. فراح أجيب لك كامل التفاصيل أحطها بجدول، في حال تواجد أجهزة حديثة راح أحدث عليها. شرح الجدول، الوضع هو التالي. شوف يا طويل العمر، بي دي بالاحمر، بي دي يعني باور ديليفري، يعني هذا ستاندر الشحن. اذا اشتريت اي شيء مكتوب عليه بي دي 3.0 فوق راح يكون معاك ستاندر شحن، يعني مثلا عندك باور بانك مكتوب عليه بي دي 3.0 راح يشحن جهازك، حتى لو كانت ارقام منخفضه مثل 15 و27 و45 ولكن راح يكون ستاندر شحن، يعني ما يخرب عليك الجهاز في حال انك استخدمت شاحن سيارة عليه بي دي او بطارية عليها بي دي. اللي باللون الازرق اللي هو ان، اللي هو النورمال، اللي هو الشاحن كم يعطي، مو ستاندر ولا شيء عالمي ولا شيء، يعني هو يحتاج تواجد شاحن الجهاز تحديدا علشان ينشحن. واول من بدا الفكرة الغبية هذه كانت هواوي وتبعتها سامسونج، منها بدأت تعتمد أرقام A خاصة فيها و V خاصة فيها، بالتالي W خاص فيها، بالتالي مو أي شاحن يشحن الجهاز بشكل سريع. فما راح تقدر أنت تأخذ اكسسوارات من السوق إلا الـ A والـ V 100% متطابق مع الأرقام. الفكرة هني بأن كثر ما يكون الجهاز فيه PD داعم لستاندر عالمي للشحن، كثر ما أنك إذا تنقلت من شحن إلى شحن ما يتضرر الجهاز. لذلك هني راح تلقى أن Vivo IQ أكثر واحد دعم PD واكثر واحد دعم امور خاصه فيه. اتوقع هذا الامر سوته فيفو لان هذا الشاحن ممكن هي تحطه على عدد كثير من اجهزتها، لذلك قالت خلينا نسوي شاحن واحد مو مشكله يكون اغلى شويه ولكن يدعم عدد كبير من اجهزتنا. في نقطه هني لازم اضيفها لك، دعم الشاحن لا يعني دعم الجهاز. يعني مثلا اذا الشاحن ما يعطي PD مو معناها ان الجهاز ما يقبل PD ترى، فيجب عدم الربط هني. غالبا معالجات كوالكوم تقبل PD 3.0 لانها تقبل كوالكوم تشارج 5.0، فهذه الفكره للشاحن فقط. اذا وين النقطه؟ النقطه بان للحصول على اعلى سرعه للشاحن غالبا يكون مو ستاندر، يعني الارقام مالته مو ستاندر. للحصول على اعلى سرعه للشاحن يجب عليك شراء الشاحن الاصلي لجهازك
حاليا لان اغلب السرعات مو ستاندر. المفروض ان الشركات اللي تبي تروح حق ستاندر محترم تروح حق باور ديليفري 3.1 واللي راح يعطي شحن يصل الى 240 واط، ولكن الشركات ما راح تروح لهذا الرقم. يعني الشركات ستاندرها اللي الصيني خصوصا مختلف عن ستاندر الباور ديليفري لانه ما راح يبيع، يعني شواحنه شو تسوي فيها؟ في شركه اللي هي اوبو تقدم ريلمي وان بلس وغيرهم ما تقدم ستاندر، يعني دائما شواحنها غبيه نفس هواوي، شاحن غبي يقول لك تعال اشتر شاحني علشان تحصل على سرعه شحن عاليه، حتى لو تبين سرعه متوسطه ما راح تحصل عليها. لا يوجد اي شيء ستاندر هنا، لا يوجد في الشاحن، يعني الشاحن هذا ما تستفيد منه اطلاقا الا على اجهزتهم. هذا اكثر فلاش درايف اعتمد عليه، يعني نزل اجدد منه واسرع منه وافضل منه، ولا زلت ارجع لهذه النسخه لان هذه النسخه ما تخرب، يعني اركب عليها انظمه التشغيل واشغلها وما تخرب، افرمتها عشرات المرات فخلص اعتمدتها لتركيب انظمه التشغيل. البيكسل 6 برو رفض انه يحدث لين فرمته، يعني بعد الفرمات حصل على تحديث، وهذا الامر ترى كان يتكرر سابقا مع اجهزه بيكسل السابقه. ما عندي تفسير منطقي الا موضوع ريجستر الشبكه. نوكيا تي 20 تابلت من نوكيا، المفروض ان هذا تابلت اقل من عادي، اقل يقدم معالج يوني اللي هو يوني اس او سي عليه ثنائي النوائي 75 سداسي النوائي 55 الذاكره الداخليه 32 او 64 اي ام ام سي 5.1 اي ام ام سي وشاشته ال سي دي 400 نت 1200 ضرب 2000 تقريبا في 3.5 تايب سي 2.0، يعني مواصفات اقل من العاديه والجرافيكس كارد ثنائي النواه. في التقاط الانترنت الجهاز ضعيف، في الانيميشن الجهاز ضعيف. نطلب باب ولا نطوف؟ لا نطوف علشان قاعد اصور. يعني يمكن ميزه الجهاز هذا انه ممكن تفوز مثلا، يعني ممكن يجيك حظ وتفوز مثلا. صوت الجهاز عالي لكن مو صافي اطلاقا، والمكان داش بذنك، يعني الصوت داش بذنك مو مريح. يعني تقييمي للجهاز، الجهاز يستاهل 120 دولار بس كثير عليه، اكثر من 120 كثير عليه. يصلح ل يعني الاطفال، يصلح ل يعني قاعد احاول ما اظلمه والله، بس انه لو رد لي اخذ سامسونج لايت مثلا، ولا اخذ هذا، اخذ لينوفو، ولا يعني تعبان الجهاز تعبان، لكن يعني لقيته ب 120 دولار ماشي. ابشركم لقيت له صرفه، هذا راح اخليه علشان اتابع فيه الرقات اللي عندي، راح اخليه شغال اون وموصل بالطاقه علشان اذا مريت في شيء طافي بس، او منبه ممكن بعد. خلونا ناخذ جوله على هذا بعد ما عانى من غبار ومطر ومشاكل. انا عندي منه 10 حبات، هذا قام يقطع بسبب النحاش غبار وكذا، فالحين بنظفه واشوف هل ممكن يعيش ولا لا، ولا اطلب غيره. راح نجي هنا وناخذ باور سبلاي، هذا 1000 طبعا، هو راح يحتاج 2000، وراح نحتاج بعدين راح نحتاج باور سبلاي مذر بورد وغيره، فهم الحبتين مفروزين وخالصين. هذه الحركه من اخطر الحركات، انك تخلي المذر بورد على ماده موصله، طبعا هذا الومنيوم لكن احتياطا المفروض ما تخليه على ماده موصله، لو حطيناها على كرتون مقوى مثلا راح يكون افضل. الحين هذه جاهزه، نقول بسم الله، اعطني باور اون يا الحبيب يا طيب. تجربه رقم 2 نفس الشيء، يمكن الباور سبلاي خربان، نجرب غيره، نجرب هذا. طيب عندي حركه نسوي فيها تيست للباور سبلاي، في قطعة عندي مالت الباور سبلاي اللي هي تخليه يشتغل بدون تواجد مذر بورد، بس ناسي وين حاطها. يعني بالمناسبة عندي شحنة ما ادري شنو، نفتحها معاكم. المفروض تكون شنو؟ اوكي، نضيفها للقائمة، اللي هو اللي تربط المروحتين ببعض. ما عليه، اعطوني شوية وقت، والله ماني لاقي القطعة هذه تسوي تشيك، فيعني شويه وقت راجع. بس لقيتهم، انا مجمعهم ويا بعض. هذه القطعه، ايوه المذر بورد خربان، شايف القطعه هذه؟ اشتغلت المروحه فالمذر بورد خربان،
يعني خلاص نشيل منه الأغراض ونطلب غيره. شوف هذا من أفضل أنواع اللي جربتها ترى ستيبل الحين. هذا واحد ثاني فوق. في واحد هني وهني. تأكد من الرقات بالتابلت التعبان هذا كل شيء تمام. الرق الأخير في مشكلة اللي توني سويت لكم إياه فراح أطلب واحد. بعلمكم ليش ماخذ تقييم سيء. هذا هو في تقييم هني سيء. راح أوريك التقييم ليش سيء. يعني راح نروح حق هذول اللي معطينا نجمة. تمام؟ أول واحد عنده مشكلة HDMI مع هايف أو إس. وهذا النظام مجهز لويندوز ترى مو مجهز لهايف أو إس. فهذا الشخص سواء عنده خبرة 20 سنة ولا غيره مو مكانه هذا المكان. اللي بعده. ثاني واحد عنده تعليق بأن ما في دوكيومنت كافي. تمام؟ وهذا الأمر حدثته الشركة. يعني شوف اللي بالأحمر هذا ما كان موجود سابقا. فالشركة حطت معلومات بالأحمر على الأمور هذه اللي الناس ذكرتها. اللي بعده يقول إن 5 جي بي يو ما يشتغلون غير صحيح. أنا عندي 5 5 3070 Ti على باور سبلاي 2001 شغال. فهذا غير صحيح كلامه. أيضا أغلب الردود مشكلة بالبايوس بالبايوس. تمام. الشركة نزلت 4 تحديثات للبايوس من التحديثات اللي كان يتم ذكر المشكلة فيها لباور سبلاي والكليفر أكسس ميموري وغيره. فهذا بالنسبة لي أكثر مذر بورد استمتعت عليه ستيبل. أنا استخدم عليه واحد باور سبلاي 2000 وحط عليه 4 كروت 3090 ستيبل بالنسبة لي. وبعدين قمت استخدم 3070 تي اي 5 كروت على 2000 بشرط انهم يكونون لو ترى لانه ما يلحق. يعطيك 55 ميجا هاش الكرت الواحد. فاشوف انه مناسب للحين. تاخذ معاه الباور سبلاي السكاريب هذا اللي هو ب $200 2000 طبعا ما يعطي 2000 جد. لكن لازم تاخذ 2000 عشان يشغل 5 على اللو او يشغل 4 على الميديوم اللي هو 3090 يعني 5 3070 تي اي او 4 3090 ميديوم. الحين استأذنكم فترة أبديت فأراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.